يا صباح الاحسان، معاكم محمد ابراهيم، والنهارده هنتكلم عن اسلوب دعايه مميز جدا واكثر ذكاء. بس قبل ما نخش على محتوى الفيديو يا جماعه، فضلا وليس امرا، ده شيء يشرفني جدا ويسعدني لو تبقوا مشتركين في قناتي وتبقوا من اسره محمد ابراهيم. فيا ريت دلوقتي قبل ما نكمل الفيديو تشترك بسرعه على في قناتي وتعمل لايك وكومنت وشير. يا جماعه الشير يفرق معايا جدا حتى يستفيد اكبر كم ممكن من الناس. فيلا بسرعه تعملوا اشتراك في قناتي دلوقتي، ويلا بينا نخش على محتوى الفيديو على طول. دلوقتي هنتكلم عن اسلوب دعايه جدا ذكي ومميز ومختلف. كنت مره بتفرج على يوتيوبر اجنبي، فكان في فيديو بيتكلم فيه عن واحد حابب انه يعمل له اعلان عن حاجه معينه بمقابل مادي، كان مش متذكر يعني 1000 دولار او حاجه زي كده. فالمهم اليوتيوبر ده اللي عنده ملايين من المتابعين رفض وقال لا، السعر ده مش مناسب، انا بعمل الاعلان بمقابل مدته كذا مقابل كذا. المهم يعني ان المبلغ اللي كان معروض وليكن 1000 دولار، كان في قرابة ال1000 دولار، لا غير موافق عليه، لان مش ده وفقا للبادجت اللي هو حاططها، وفقا اللي بيسمح انه يعمل اعلان على قناته بيها. طيب، وفاجأ بعد مرور شهر ولا اكتر ان الشخص ده بيعمل دعاية لمحل او يعني ستور بيبيع موبايلات. طيب، المحل بتاع الموبايلات ده عمل ايه؟ عمل حركة جدا ذكية. راح للشخص ده وقال له انا بديك، حابب اهديك بموبايل هدية ايفون كذا، تمام، وكنت حابب بس انك تقول ان الحقيقة ان المحل ده فعلا جاني واداني الموبايل ده هدية، وإن لو أي حد جه من طرفي بيكود خصم كذا هياخد خصم كذا لو اشترى من نفس المحل ده، وشكرا جدا على الهدية الموبايل الجميل ده، وأنا فعلا كنت عايز أجدد موبايلي مثلا. وبس، وهو ده فعلا اللي حصل، يعني هما فعلا ادوا الموبايل ده. طيب، الموبايل ده في حقيقة الأمر أقل قيمة من 1000 دولار. طب الواحد يفكر، يعني انت ما قابلتش بال1000 دولار وقابلت بالموبايل، بس لان ده جيب شكل هدية. خليك ذكي، العب دايما على العواطف، play emotions. انا ما قريتش الجملة دي في حتة، عرفت ان العواطف شيء مهم جدا في عملية البيع والتسويق والماركتنج والسيلز وكل ده، بس هذه الجملة بالظبط انا اللي قايلها، بلاي ايموشنز، العب على العواطف. بمعنى المثال اللي احنا شارحينه ده، الطرفين كسبانين، مفيش ولا واحد خسران. اول طرف اليوتيوبر، اليوتيوبر هيعمل فيديو ما يسويش ثلاثة لازمة ولا هيرهقه ولا هيتعبه ولا هيكلفه قرش، هيجيب موبايله او كاميرته كلمتين في 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق، ما خسرش حاجة وكسب موبايل غالي. فده اول طرف كسبان. تاني طرف كسبان اللي هو المحل ده او الستور ده، هو اداله هدية، اي نعم خسر الموبايل، ولكن الموبايل ده كان ممكن يقعد شهور ويمكن سنين في الباترينا فاقد قيمته، ويمكن مع مرور الوقت يحصل اصدارات جديدة. لا، انا مشيت دلوقتي اكون خسرته وليكن قيمته مثلا 500 دولار، تمام، ولكن هجيب ارباح في خلال ايام من خلال الملايين المتابعين اليوتيوبر ده، هجيب ارباح اكتر من قيمة هذا الموبايل. فانا مشيت حاجة كانت هتتركن عندي وكان الرغبة في شرائها هتقل مع في وجود اصدارات جديدة، فمشيته وخسرت 500 دولار، بس كسبت الافات الدولارات من بسبب ملايين من الناس متابعة هذا اليوتيوبر. ف win win agreement. طيب، الفكرة الذكية اللي عملها الستور ده اللي هو لعب على العواطف، عرف ان الشخص ده معاه موبايل كذا، فقال لا انا اديله الاحدث مقابل ان يعمل له فيديو. فالهديه ليها اثر كبير قوي على النفس. انت ممكن تروح لخطيبتك تقطع ورده من الشارع من الجنينه وروح تديها لها، دي هتقدرها هي جدا عن انك تروح تديها مثلا 100 جنيه تقول لها اشتري لك هديه بال 100 جنيه دي. شوف، الورده قيمتها ولا حاجه، ده انت واخدها قاطعها من الشارع، وال 100 جنيه دي فلوس، اي نعم مبلغ قليل بس فلوس، هي هتقدر الورده ومش هتقدر 100 جنيه. ليه؟
لان اللي بيجيب هدية ده الشخص اللي قدامك هو لا اراديا، عاطفيا، نفسيا بيفكر في التاني. ان الشخص اللي جاب لي الهدية ده فكر فيا، عارف ايه اهتماماتي، عارف ايه انا كان نفسي في ايه، وكلف نفسه وخد من وقته وخد من مجهوده وراح المكان واشترى لي الحاجة وجابها لي. لا إراديا هتلاقي الشخص اللي جاله الهدية ده حابب يدي للشخص اللي جاب له الهدية عينيه. انت انسان بتفكر فيا، مهتم بيا، عارف انا كان نفسي في ايه وجبتهولي، انا حبيتك، انت عايز ايه انا اعمله لك. هو طبعا مش العلاقة ما بتبقاش هات وخد، بس في قرارة النفس اللي خد الهدية ده بيبقى حابب اللي اعطاله الهدية وحابب يأدي له اي خدمة في اي وقت. فالفكرة العامة لهذا الفيديو ان انتوا تفكروا بشكل تسويقي ناجح يلمس المشاعر. المشاعر هي اللي بتحركنا. كان دايما بيقولوا في التسويق ان في حاجة اسمها عايدة، اللي هي attraction interest desire action. attract interest desire action. attract تجذب العميل، تخلق الانترست الرغبة، وبعد كده الديزاير الرغبة الشديدة، واكشن اللي هي تتم عملية الشراء. عايز اقول لك كل الامور دي كلها بتتم تلقائيا بدون ادنى تعب لو لعبت على المشاعر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، وزي ما بيقولوا كده في الامثال، يعني النبي قبل الهدية. فالهدية بتودد العلاقات. الهدية ممكن تكون اقل قيمة من الفلوس بس بتلين الحديد، لان انت لما بتدي فلوس بتسمح للي قدامك ان يحسب الامر بالفلوس. يعني انتوا لو ستور، على سبيل المثال اللي احنا ذكرناه، الستور بتاع الموبايلات ده، لو كان ادى الشخص ده فلوس كان رفض برضه زي اللي رفضوا الاولاني، لانه ساعتها بيحسبها بالفلوس. بيزنس از بيزنس، انت هتديني فلوس مقابل خدمة، طب انا اشوف بقى الخدمة دي تستاهل كام، في حين ان انت ممكن تهتم بيه وتشوف احتياجاته ايه وتديله هدية قيمة، وتقول له بمقابل انك تقول ان خدتها مني هدية، وان لو اي حد جه من طرفك ليه خصم 5% او 10% او ايا كان. فانك تسوق بشكل ذكي يلمس العاطف، and use the power of the gift، تستخدم قوة الاثر النفسي اللي بيقع على الهدية بسبب الهدية، اعطاء الهدية. يعني هتفهم ان التسويق هو علم كبير جدا، ونقطة اللعب على المشاعر من احدى اساسياته ومن اهم النقاط فيه. بس لو لسه متابع معايا الفيديو لغاية دلوقتي، ما تنسانيش في الشير والكومنت واللايك والاشتراك في قناتي يا جماعة. الموضوع ده بيحفزني جدا وبيخليني جدا متحمس ان انا اسجل فيديوهات جديدة في مواضيع جدا مختلفة. و يعني ابعت في هذه الفيديوهات خبراتي وعصارة فكري والخلاصة بتاعت كتب كتير انا قريتها في مواضيع جدا مختلفة. فاتمنى يا جماعة الاشتراك في قناتي وعمل لايك وكومنت وشير، واهم حاجة الشير يا جماعة. وهتلاقوا جميع ملفاتي على السوشيال ميديا كلها في وصف هذا الفيديو. كان معاكم محمد ابراهيم، ويا ريت الشير يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.